هذا ياخذ بطوله الدوري ومشوار مرتضى منصور. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كابتن حازم. ازاي حضرتك يا فندم؟ اخبار حضرتك ايه؟ والف مبروك. الله يبارك فيك حازم. مبروك على الحمودي. يعني لسه كنت بتكلم مع خالد رفعت، حلو الواحد ينام بالليل يصحى الصبح يلاقي حمودي في نادي الزمالك، يعني الحاجات الحلوه. ثاني على حازم. اتفضل يا فندم. كابتن حازم هو طبعا يمكن كانت اصعب صفقه هو كابتن حمودي. انا جيت اسكندريه بالليل، انا احمد مرتضى جينا في القطر يمكن وصلنا 9:30 تقريبا، لا يمكن 11، وجالنا خالد رفعت والاخ شريف وكان عندنا الجلسه الاول مع الاستاذ محمود مشالي عشان بعض اللعيبه نادي الزمالك. وعايز اقول لاحمد علي بالمناسبه، يا احمد انت مش هتمشي مجانا. لمين يا فندم؟ صالح مش هتمشي مجانا. نادي الزمالك اداكم، انت بتقول ليك مستحقات من ايام ممدوح عباس. نادي الزمالك اللي وقف معاك واداكم مستحقات وملايين ما يستاهلش انك انت تقول لي انا عايز امشي والنادي ما استفدش. ده كلام مش هيمشي. ده ايه اللي حصل يا فندم؟ طب فهمنا، هو احمد علي وعايزين يمشوا ببلاش يعني؟ للاسف الشديد انا قلت الوحيد اللي هو هيمشي بمبلغ زايد جدا احمد عيد عبد الملك، لان ده تكريم لاحمد عيد. تمام، خد بالك. وان شاء الله احمد عيد اول ما يخلص لو اعتزل مكانه ان شاء الله باذن الله احنا موجودين محجوز ليشتغل في نادي الزمالك. تمام. يعني احنا زي ما علاقتنا ممتازه بخالد قمر ومحمد شعبان، فانا يعني زعلان جدا من صالح وزعلان جدا من احمد علي. انت ليه مش عايز يعني النادي جاي يشتريك تقول لا انا عايز ابقى فري؟ طب ما هو هيديك اللي انت هتاخده. يعني انت طبيعي طلعت فري، طلعت بفلوس، انت هتاخد من النادي اللي انت رايحه اللي انت طالبه. صح، واخد بالك. فده ما اعتقدش ان اخلاقياتك يا احمد انت وصالح تبقى كده. ده نمرة واحد. طبعا كنا رحنا بيت السيد فرج، عامل كان مستنين في محطة القطر. رحت له بعد كده قعدنا شوية عشان نخلص موضوع خالد قمر والاستجمام بتاع ابراهيم عبد الخالق. لكن في الفترة بقى من الساعة 2 لغاية يمكن 7 الصبح تلاقيني حتى مش طالع في الصور، لأنه مفاوضات مش شاقة مع اللاعب. للأسف الشديد النادي الأهلي كان داخل بعنف في الصفقة وكلم ناس من اسكندرية. يمكن انا حتى عملت مداخله مع الاخ مدحت شلبي بالليل، يمكن حوالي الساعه 3 بالليل، احد الاخوه اصحاب اللي بيسموه الكره السياحيه، واخد حضرتك، كان داخل في الصفقه. ولكن في النهايه 6:30 الصبح مضوا، طبعا عايزين يتصوروا، فقلت لهم لا انا لابس جلابيه تسمحوا لي بقى اخش انام مش شايف قدام. الصور اللي عندنا دي حضرتك كنت قبليها موجود يعني؟ نعم. الصور اللي نزلت دي كنت حضرتك موجود فيها بس مشيت يعني؟ لا مش فيه، ده كلها الصور دي في بيتي اسكندريه. لا والله مشيت. هم اللي مشوا. انا حاسس انه في اوتيل اصلا، مش عارف ليه. انا حازم اروح فين؟ ده بيتي. هم يعني انا ما اعرفش والله، شكله اوتيل اصلا، بيت حلو ما شاء الله. لا هو ده بيتي في الفور سيزون. يمكن انا ساكن فيه من حوالي 7-8 سنين. لكن هو لانه هو في الفور سيزون لكن لا ده بيتي، ده بيت شقتي اللي في الفور سيزون موجود انا فيها، يمكن بقالي دلوقتي يمكن 7-8 سنين. لكن انا طبعا صفقه محترمه جدا جدا. وبعدين انا سمعتك بتقول ان المدرب المدير الفني الاجنبي مش عايز ياخد كل اللعيبه جداد معاه. سمعت كده امبارح يا فندم. لا ده كلام مش هيمشي. احترامي الشديد ليه، زي ما انت قلت ووضحت، انت راجل برضه يعني ساعتها ما دخلش فنيا، لكن بتقول رؤيتك ان في 3 لعيبه موقوفين وشناو مش رايح. يعني الكلام ده مش هيمشي بقى معنا. يعني حضرته عايز بقى يعني نشتغل بجد بقى. ربنا كرمنا يمكن السنه اللي فاتت طبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى، رقم 1 و2 و3 و4، واخد بالك. وطبعا الجهاز الفني واللعيبه والاجهزه الفنيه، لان بريرا استلم نادي الزمالك كان الاول بفرق 8 بوينت. يعني ما استلمناش واحنا كنا ثاني او ثالث، استلمنا الاول بفرق 8. تمام. واحنا خلصنا الدوري تقريبا بفرق 8 او 9. تمام. انا عايز اقول من فضل حضرتك، لا يعني احنا في القائمه انت اللي طلبته، واحنا كان لينا بعض تحفظات على القائمه، كلمتك مشيت، لا رؤيتك الفنيه. لكن انا ما اروحش فريق يروح، انا عندي لما يكون عندي كهربا متأيد وحمودي متأيد وسالم متأيد، وعلى فكره هو هيتأيده محمد عادل جمعه مش شريف، عشان انت انا سمعتك بتقول شريف، محمد عادل جمعه هو اللي هيتأيد. يعني يتأيد، انا سمعت ان حمودي هو يتأيد مكان محمد عادل جمعه. محمد ابراهيم، محمد عادل جمعه، ايوه يا فندم، ميكي، ها كهربا، ها محمد سالم، حمودي، دول اللي هيتأيدوا في القيم. فلما يكون عندك 6 منتخب، يعني شريف علاء هو اللي مش هيتأيد. بالظبط كده. هو اللي اختاره يعني. يتأيد مكان شريف علاء. فلما يكون عندي 6 منتخب اولمبي وقعدهم هنا جنبي ولما لسه جايين من اوغندا وفورمه عاليه جدا، عشان اقول لا انا، لا الكلام ده مش هيمشي بقى، والهند ده مش هيمشي معايا.
انا اول مره اعرف منك دلوقتي، انا هكلم اسماعيل يوسف اقول له لا تعليمات مجلس اداره مع احترامي الشديد يسافروا ما يلعبوش، دي قضيته هو لذلك يعني يسافروا ما يلعبوش دي هو يقول، لكن يسافروا دي قضيتنا احنا بقى، دي اداره. انا مش شاري لعيبه بملايين عشان يقعدوا جنبي هنا في مصر، وخاصه ان هم فورمه جاهزه زي اللعيبه اللي راح بالظبط. يعني محمد سالم مش لسه جاي من المنتخب، كهربا مش لسه جاي، حمودي لسه جاي كان بيلعب لسه جاي، محمد عادل جمعه، محمد سالم، لا يعني كلام مش هيبقى ماشي معانا. فانا كلامي واضح، هكلم اسماعيل يوسف دلوقتي، كلام واضح، لعيبه تسافر، اللي يلعب ما يلعبش دي رؤيه جهاز فني، رؤيه جهاز فني. احنا بس فاضل لنا لاعب، ربنا وفقنا نخلصه النهارده، لاعب افريقي كمان ما شاء الله. كمان والله في حد تاني جاي؟ طبعا ده ان شاء الله كده. لاعب افريقي مش عايز اقول لك اجمد طبعا من ايفونا وجون امطوي، لاعب هو نفسه لما شاف المدير الفني قال ايه ده؟ ده بيلعب في السويد. ده راس حربه يا فندم ولا ايه؟ راس حربه صريح وواضح، ومش جايب بقى 18 جول، لا انت عارف الدوري السويدي دوري قوي جدا. هو الهداف هناك. ما بلاش السويد ده، جه قبل كده حد من السويد ما كانش اسمه ايه اللي جالنا قبل كده من السويد ده؟ حضرتك متاكد منه يعني كويس؟ 100% ان شاء الله ان شاء الله. اصل جالنا من السويد اسمه ايه قبل كده وعمل لنا مشاكل قبل كده؟ لا هو اصلا من السويدي. لا ما انا عارف، قصدي الدوري السويدي يعني ان شاء الله لعيب كويس وممكن يجي النهارده. يمكن يقفل معايا ويطلب اسماعيل يوسف لانه شافه برضه، واخد بالك؟ انا بس المفروض النهارده في مسابقه وطالع على المارينا، ان الدعوه اللي جات لي من السيد رئيس الجمهوريه والسيد السويس مفيش لحضور الافتتاح قناه السويس، طبعا دي مناسبه لن تتكرر، وخاصه يمكن انا رئيس النادي الوحيد اللي تم دعوتي، فانا راجع دلوقتي مصر ان شاء الله. حضرتك رئيس نادي الوحيد اللي توجه ليه الدعوه ليه؟ الحمد لله بفضل ربنا، وده شيء طبعا تكريم ليا ونادي الزمالك والرياضه ايضا طبعا. الحمد لله. فانا راجع مصر دلوقتي عشان اسماعيليه، هكون في الاسماعيليه الصبح باذن الله. هذا الحدث العظيم يا حازم طبعا، زي ما انا قلت قبل كده، احنا في حدث انت ما شفتهاش ولا انا. الحدث الاول بنايه الاهرام اللي بنتكلم عنها 5000 سنه حضاره، الحدث الثاني قناه السويس الاولى 1868 طبعا ما كناش انا وانت اتولدنا. الحدث الثالث اللي احنا بنتكلم جمال عبد الناصر والسد العالي في بدايه الستينات، كان واحد لسه يمكن في ابتدائي. الحدث الرابع بقى اللي احنا كلنا بنعيشه هو افتتاح قناه السويس الجديده، لا ترعه ولا تفريعه عشان الناس تقلها، ده بقى دي قناه محترمه طبعا، قناه زي القناه الاولى بالظبط كده. ويمكن انا سعيد جدا، يمكن اول سنه لمرتضى منصور خد درع الدوري، واول سنه للسيسي خد درع القناه باذن الله، ربنا يوفقه ويوفق شعبنا ويجمع الاهلي والزمالك وكل الانديه كل الجماهير ضد الارهاب الاسود، وكلنا هنفرح بكره مش بدرع الزمالك، لا بنفرح بكره بالدرع الكبير افتتاح قناه السويس يا رب ان شاء الله يا فندم. معلش اخر سؤال اطلت على حضرتك، شيكابالا ممكن يجي في شهر واحد ولا خلاص؟ طبعا هو دلوقتي هو يعني انا عندي مشكلتين لشيكابالا. عندي فريرا عايزه فعلا يا فندم؟ نعم فعلا؟ تقريبا الراجل رئيس النادي هناك يعني اداله فكره مش مظبوطه عن شيكابالا، خاصه ان هو تقريبا ورى له الماتش بتاع شيكابالا وحسن الكابتن حسن شحات. هو فريرا يعني انت عارف الراجل ده دماغه مش عايز يعني مش عايز يوجع دماغه، فاحنا معاه واحده واحده كده. القصه مش فلوس، احنا ممكن فلوس يعني احنا بنجيب لعيبه، بس انا مش عايز اجيب لاعب واقعده طبعا، يعني مش عايز يمكن صفقاتنا السنه دي انت لسه قايل كابتن حازم كان اقوى من السنه اللي فاتت مثلا 200 مره، لان احنا السنه اللي فاتت استفدنا من 5 صفقات بس من 17. السنه دي ما شاء الله الحمد لله انت 9 صفقات ولا 10 صفقات، كلهم شباب صغير سنهم صغير 22 23 و20 سنه، وفي نفس الوقت كلهم منتخبات. يمكن اولادنا اللي جبناهم السنه اللي فاتت ما كانوش معروفين وتعرفوا في نادي الزمالك وراحوا منتخبات الزمالك، لا دول كلهم الحمد لله معروفين وهم اصلا منتخبات، وربنا يوفقهم مع الاولاد القدام ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، ربنا يبارك لك وبالتوفيق دايما ان شاء الله للنادي الزمالك ولحضرتك. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا. ده معنا طبعا مستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك واخر صفقات نادي الزمالك، ولسه في صفقه زي ما قال مستشار مرتضى منصور من مهاجم افريقي بيلعب في الدوري السويدي، ممكن يكون يعني في شغل عليه لغايه دلوقتي.